يعني بالأردن المجتمع حي، يعني عندك الناس متظاهرين على الشبه، موجودين بالشوارع، نقابات تعمل، برلمان يعمل. إذا رأى البرلمان أن هذه الحكومة أعطاها خيارات متعددة، أما طرح الثقة أو طرد السفير، فإذا تعنتت وإذا وصل إلى طريق مسدود وطرح الثقة، ليكن ذلك. حتى لو رحلت الحكومة، ليكن ذلك على الأقل أنه لدينا قدرة على التعبير، لدينا قدرة على اتخاذ موقف، سواء من البرلمان، سواء من الحكومة، سواء على مستوى القيادة، على مستوى الملك. هذا المجتمع هو المجتمع الأردني. إذا كانت هناك رأي للنواب، وهو نواب مجلس، هو ممثل حقيقي لكافة أطياف الشعب الأردني. إذا كان هناك طلب نيابي حقيقي وفقا للأصول الدستورية التي جمع التواقيع وإثارة هذا النقاش وطرح الثقة، والطلب من الحكومة بطرد السفير، فإذا لم تسجب الحكومة وكان هناك ثقة نيابي، فليكن. فهذا طبيعي طبيعة المجتمع الأردني. يعني في هناك انسجام ما بين مختلف السلطات الدستورية، من إعلام أستاذ وصحافة خالد، أنا سؤالي هل يمكن وحكومة أن يتم طرد وبرلمان. السفير؟ هل إذا كان تعتقد وجهة أن نظر البرلمان، فهذا حتى موقف البرلمان بطرد السفير هو موقف يلقى إعجاب، يلقى تأييدا كبيرا من الشارع. وإذا الحكومة تمسكت بهذا الطلب وكان هناك أغلبية برلمانية، فلتذهب الحكومتات الأخرى لتنفذ مطالب البرلمان. هذا هو المجتمع الأردني.